الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن دائما بأن المفاوضات السياسية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة بين المغرب والبوليزاريو، وهذه المفاوضات يجب أن تكون في إطار خطة الحكم الذاتي المغربي. والوضع في الصحراء الغربية لم ينجح، وأعتقد أن ما فعلته أمريكا باعترافها هو تحرك جدي وجريء من أجل إيجاد حل ومقاربة للمشكل. العسكر الجزائري يتلقى صفعة من مسؤول أمريكي. وفي التفاصيل، تداولت بعض التقارير الدولية أن وزير خارجية الجزائر واجه خيبة أمل صادمة وصفعة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، عندما كان يسعى إلى إدراج موضوع الصحراء ضمن محادثاته مع أحد المسؤولين الأمريكيين. وفشل أمس وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم في إقحام ملف الصحراء المغربية ضمن مباحثاته مع ديفيد شينكر، مساعد كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وعندما حاول وزير خارجية الجزائر إقحام الملف المذكور، جدد مساعده كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية موقف الولايات المتحدة المعترف بمغربية الصحراء والداعم لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية وقرب افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة المغربية. ومنذ أن تلقى النظام العسكري الجزائري صفعة قوية عقب اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، تحاول الجزائر تقديم تنازلات كبيرة للإدارة الأمريكية الجديدة لدفعها للتراجع عن قرارها التاريخي بالاعتراف بمغربية الصحراء. ووعد العسكر الجزائري وفدا أمريكيا حل بالجزائر منذ الأربعاء بمنح جزء من إنتاجها النفطي للشركات الأمريكية واستعدادها للتدخل ميدانيا لمحاربة جماعاتها الإرهابية بمنطقة الساحل. واكتفى وزير خارجية الجزائر بقول عقب محادثاته مع كاتب الدولة الأمريكي: استقبلت اليوم ديفيد شينكر مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي، كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الإدارة الأمريكية على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية لمواجهة التحديات الراهنة. ومن جهة أخرى، صفعة جديدة للبوليزاريو والجزائر. السيا تعتمد خريطة المغرب وتشمل الصحراء. وفي التفاصيل مرة أخرى، تجرع النظام العسكري الجزائري والجبهة الانفصالية البوليزاريو مرارة هزيمة دبلوماسية وسياسية جديدة بعدما أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن وضع جديد يتعلق بالصحراء المغربية. وأعلنت الوكالة المركزية المذكورة بدورها عن الخريطة الكاملة للمغرب بما في ذلك الصحراء بعدما كانت من قبل تنشرها مبتورة. وجاء قرار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بنشر خريطة المغرب تشمل كامل صحرائها عقب قرار الإدارة الأمريكية القاضية باعترافها بمغربية الصحراء وتعيدها بفتح قنصلية لها بمدن الصحراء، تعبيرا عن دعم مساعي المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء. كما تأتي خطوة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد أيام من تعميم الجبهة الانفصالية الفرحة بكون هذه الوكالة لا زالت تتمسك بالقانون الدولي في الصحراء
وتعتمد خريطة الصحراء المعتمدة من قبل المنتظم الدولي. لكن هذه الفرحة التي ضنها العسكر الجزائري والجبهة الانفصالية دائمة وتكرس تمرد هذه الوكالة الاستخباراتية على قرار ترامب لم تدم طويلا، حتى أعلنت عن خريطة جديدة للمغرب تشمل صحراءه. وفي الشأن الأمريكي، افتتاح قنصلية أمريكية مؤقتة في الداخل بعد غد الأحد. وفي التفاصيل، تقرر بعد غد الأحد موعدا لفتح قنصلية دبلوماسية أمريكية مؤقتة بمدينة الداخل، حيث يرتقب أن يحل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووفد أمريكي يقوده ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمدينة الساحلية في الصحراء المغربية من أجل الإشراف على حفل الافتتاح. ونقلت AFP اليوم الجمعة عن مصدر دبلوماسي مغربي أن وفداً أمريكياً سيفتتح يوم الأحد 10 يناير قنصلية دبلوماسية مؤقتة، وهو الافتتاح الذي يأتي أياماً قليلة قبل انقضاء الفترة الرئاسية للجمهوري دونالد ترامب، الذي أعلن في 10 دجنبر اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على أقاليمها الصحراوية، والذي سيخلفه في المكتب الديمقراطي جو بايدن في 20 يناير الجاري. ويرتقب وصول ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الجمعة إلى المغرب بعد جولة قادته إلى المملكة الأردنية والجزائر، كما يرتقب أن يشرف أيضا رفقة وزير الخارجية المغربي يوم الأحد المقبل على افتتاح مكتب أمريكي سيعنى بتطوير الاستثمارات الأمريكية على المستوى الأقليمي. ومن جهة أخرى، مباحثات بين المارينز والبحرية المغربية لتقوية التعاون. وفي التفاصيل، أجرى الجنرال مايكل لانغلي قائد قوات المارينز الأمريكية في أوروبا وإفريقيا مكالمة هاتفية مع الكونتر أميرال مصطفى العلمي المفتش العام للقوات البحرية الملكية المغربية. وشكر الجنرال لانغلي المفتش العام للقوات البحرية الملكية على التزام المغرب المتواصل بضمان الأمن الجهوي البحري، لا سيما خلال جائحة وباء كوفيد-19 الحالية. وناقش القائدان وفق بيان قوات المارينز الالتزامات العسكرية المشتركة العديدة والناجحة التي تم تحقيقها في السنوات القليلة المنصرمة ما بين قوات المارينز الأمريكية والقوات البحرية الملكية المغربية، بما في ذلك تكوين قوات العمليات الخاصة المغربية وبرنامج العمل الإنساني المتعلق بالألغام لتكوين تقنيين ومكونين مغاربة مختصين في التخلص من الذخائر المتفجرة والمناورات العسكرية البارزة مثل الأسد الأفريقي، والذي عرف مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية بصفة منتظمة. وشدد القائدان على أهمية الشراكة الأمريكية المغربية ذات الفائدة المتبادلة، وعلى التزام الطرفين الراسخ من أجل العلاقة المتينة التي تجمع قوات المارينز الأمريكية بالقوات البحرية الملكية المغربية. وتطرق القائدان أيضا إلى فرص جديدة لعقد شراكة مع قوات البحرية الملكية المغربية من خلال توسيع فرص التكوين المشترك لفائدة الطرفين وإمكانية التشغيل المتبادل. وتعهد القائدان بالسعي إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون ودعم الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز الروح المهنية والقدرات التي تتمتع بها القوات البحرية والبرمائية في المنطقة. وأعرب القائدان عن أهمية المنتديات مثل ندوة قادة المارينز إفريقيا، وهي ندوة متعددة الجنسيات تركزت على إفريقيا من المقرر أن تنعقد في وقت لاحق من هذا العام، وتهدف إلى جمع بين الدول الشريكة والقوات البحرية وقوات المارينز من أجل تطوير إمكانيات التشغيل المتبادل والتصدي للأزمات وتعزيز العلاقات التي من شأنها
بإمكانها أن تعمل على تحسين الأمن في المجال البحري بإفريقيا.